طبعا من حق الناس تخاف، يعني ما تقدرش ابدا تلوم حد خايف وقلقان. العالم كله متخبط ومتذبذب وفي حاله حيره، ومش عارفين هنلاقي مصل ولا مش هنلاقي، ولو هنلاقيه هنلاقيه امتى. فالحاله العالميه حاله يعني مش مشجعه قوي، بس ده السبب اللي خلانا ان احنا ناخد قرار ان احنا يجب ان نستمر. ذا شو ماست جو اون. نلاقي طرق للتعايش، يعني احنا لا نتحدى المرض ولا نتحدى الله لا قدر الله، لكن احنا بنحاول نتحايل ونتعايش مع الظروف. ماشيه بالكمامه بتاعتي طول الوقت، وبس عشان انا هنا لوحدي على السجاده فمرتاحه، لكن اول ما بدخل على تجمع من الناس على طول بلبس الكمامه. أنا زهقت من الرد على السؤال ده بصراحة، لأنه شايفة إنه هجوم مجاني، فأنا يعني في حل عن إني أنا أرد عن حاجات زي كده. الله، اللي عايز يشوف المهرجان في كتالوج، في ويب سايت، اللي عايز يخش يشوف حقيقة هذا المهرجان يخش يشوف البرنامج ويشوف الندوات ويشوف الأسامي الكبيرة جدا اللي بتيجي علشان تدي ورك شوبس، والأوسكار وينرز اللي بيجوا، والناس اللي واخدين جوائز حول العالم، والخبراء. وأنا شخصيا بصحى كل يوم من الساعة 9 الصبح بحضر البانلز وبتواجد وبطلع لايف من على التليفون عشان اللي مش حاضر يشوف الحاجات الجادة. اما عن الفساتين، هم بيطلبوا ايه؟ ان احنا نكون يعني في حالة قبح، يعني الله جميل ويحب الجمال، والفساتين دي صناعات برضو بتشغل الاقتصاد، وفيها شغل يدوي بيشغل سيدات من اسر منتجة عايزة تصرف على عائلتها، وفي صناعة مصرية وفي حاجات كتير قوي. يعني انا بحس انه بسخف قوي من حجم المهرجان لما ارد على هذه الانتقادات. يعني